التنفس في التمارين العادية. كيف أتنفس في التمارين العادية؟ التنفس في التمارين العادية، إذا أنا عمالي حكيت على التنفس عن الديدليفت والسكوات بفيديو تاني، هلأ التنفس في التمارين العادية دائماً لما تحط مجهود أنت بتطلع النفس لبرا، ولما بتسحب لما بتريح من المجهود أنت بتاخد نفس جوا. تمارين البوش بعمل بوش وطلع لبرا، بول بعمل بول وأنا عمالي بسحب وطلع نفسها برا، وهي عمالها بترجع المشينة أو بترجع الحركة أنا برخي حالي باخد فيها نفس. فدايما اعرف كيف تتنفس. الشغلة الثانية هاي برضو شغلة مهمة، وانت عمالك بتعمل بالتمرين إذا بلشت تعمل التمرين بسرعة كتير راح يتخربش النفس عندك هذا، وممكن يخلي لك يعمل لك دوخة وممكن يعمل لك وجع بالرأس، لأنه ما بصير فيه أكسجين يدخل على الدماغ صح. فأنت اللي بدك إياه دايما في إشي اسمه اللي هو البيس، قديش أنا عمالي باخد وقت بين كل عدة وعدة. لاقي الوقت اللي أنت مثلاً عمالك تعمل سكوات، عمالي بنزل بالأولى وبطلع، بلزمني ثانية أو ثانيتين أخذ فيهم نفس، باخد ثانية أو ثانيتين نفس وبرجع بكمل. فخلي دائماً البيسنج بكل العدات زي بعضه، يعني ما تستعجل كتير، لأنه متستعجل كتير رح يخرب عندك التنفس. ودائماً ركز على التنفس. ممكن إنك تبلش بأوزان كتير خفيفة بين ما أنت تفهم كيف جسمك عماله بيعمل في النفس، وممكن تلاحظ كتير انك عمالك تعمل النفس بطريقة غلط.